وانت بتعمل وانت بتاخد الكورسات بتاعت التقييم بتاعت السكاوتنج دي بيقول لك اول حاجه انت بتعمل زي بطاقه تعارف، بطاقه شخصيه للاعب. فبطاقه الشخصيه دي لازم يكون موجود فيها هو الوضع الاجتماعي بتاعه ايه. هو علشان مثلا لو انت بتتكلم على بني ادم معهوش فلوس كتير وفجاه جاله ملايين الملايين جت في ايده، هيتصرف بيهم ازاي؟ هايل. حلو. علشان في مثلا انديه زي تشيلسي بتقدم لك شركات ممكن تستثمر لك فلوسك. حلو. عشان انت ما تشغلش بالك بالموضوع ده. ليه بقى؟ ان احنا عندنا ترند سائد في مصر كده ان اللعيب اول ما بيفتح كافيه مستواه بيقع. ايوه صح صح. خلاص ما هو شايل هم الثلاجه. تقدرش تلوم الراجل على انه بيحاول يشغل فلوسه. بس يا جماعه هو دي مش شغلتك، انت شغلتك دلوقتي تلعب كوره، لما صح. تخلص كوره اعمل اللي انت عايزه. بس علشان كده بيحاولوا يساعدوه. طيب هو اللغه اخباره ايه؟ امام عاشور امكانياته عامله ازاي؟ هايل طبعا. بيعرف يتكلم انجليزي؟ لا طبعا. طيب عايز يتعلم انجليزي؟ لا طبعا. طب والنتيجه ايه بقى؟ التواصل مع زمايله ايه؟ ما قدرش. الحياه في بلد بره عامله ازاي؟ ما الحاجات دي ليها ثمن. هل تعلم ان ميتلاند بايع لعيب امبارح للاتسيو اصلا ب 15 مليون يورو؟ مهاجم دنماركي. يعني ميتلاند ده فعلا نادي كويس انه يصدر مواهب. امام عاشور رجع لمصر بنفس السعر اللي اتباع بيه، حتى ميتلاند ما كسبش فيه في موسم. يعني بالظبط. ما كسبش فيه جنيه. انت بتتكلم في ان انت لازم تبقى عارف هو البني ادم ده بيعرف ينسجم ولا ما يعرفش، بيعرف لغته ايه، وهكذا.